أهلا بكم في هذا الحديث الخاص الذي أستضيف فيه سعادة نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم الأستاذ محسن المسروري. شكرا لتلبية الدعوة. شكرا في البداية لدعم ملف المملكة العربية السعودية في استضافة كأس العالم 2034، نثمن لكم هذا الدعم. كأس آسيا 2023 في قطر للمرة الخامسة يحضر منتخب عمان في البطولة الآسيوية، ماذا تحملون في أجندتكم لهذه البطولة؟ ما هي الطموحات التي أتيتم بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء شاكر لكم للاستضافة. طبيعة الحال لا شك لابد أن نكون داعمين للاتحاد السعودي، أخوة وأشقاء، وهذا واجب علينا أكيد، ما في شك، على جميع الدول الخليجية والعربية بشكل خاص. طبعا أكيد كأس آسيا تمثل لنا شيء مهم أو خطوة مهمة جدا. نأمل إن شاء الله ونتفائل بالخير أنه منتخبنا إن شاء الله يوصل لأكبر أو أبعد نقطة إن شاء الله. أكيد بطولة صعبة، المجموعة صعبة، فيها فرق كبيرة، لكن نأخذ كل مباراة على حدة وكل دور على حدة وإن شاء الله نتفائل بالخير بإذن الله. أبعد نقطة وين يعني أبعد نقطة؟ أبعد نقطة النهائي. بطبيعة الحال إحنا مثل ما قلت لك نفكر في كل دور على حدة. الهدف الأول طبعا الصعود من مجموعة إلى دور 16، وإن شاء الله نكون متواجدين في دور 16. بيعتمد طبعا في النهاية أنت من راح تقابل، أكيد في منتخبات كبيرة، منتخبات عريقة يعني متخصصة في البطولة هذه، ولكن نثق في لاعبينا ومتفائلين فيهم. أن إحنا يعني أنا ما أخفيك أنه سقف الطموح لا يقل عن دور 8، بحكم أنه على الأقل أنت تكسر الحاجز المعتاد ان احنا ما وصلنا لادوار متقدمه الى دور 16 في اخر بطوله في ابو ظبي. نسال الله التوفيق ان شاء الله لاعبتنا ان شاء الله يكونوا على قدر الموقف، وان شاء الله نثق فيهم ان شاء الله نوصل على الاقل دور 8 دور 4 ان شاء الله قادرين باذن الله. المدرب الكرواتي برانكو صرح بان الطموح يصل الى تجاوز دور المجموعات، الوصول الى دور 16، ثم التفكير في دور 8. هذا الأمر ما يسبب ضغط على اللاعبين؟ والله يا أخي بدر، أنا أعتقد أنه لاعبتنا الآن أصبح عندهم من الخبرة الكافية، ما تشكل لهم أي ضغوط، بالعكس الهدف واضح لهم وهم حاسين بهذه المسؤولية. وحتى كان في لقاءاتي الشخصية معهم يعني هم متفائلين ويوعدوا بأنه إن شاء الله يوصلوا لأدوار متقدم إن شاء الله. فأنت دور 16 عشان نكون واقعيين صار يفترض أنه من الطبيعي أنك تكون أنت موجود في دور 16، لكن طبعا أكيد هو ما بيبعد فريقه عن الضغوطات وغيره، وهذا كمدرب يعني نوع من أنواع العمل أو طريقة العمل معه، ولكن أعتقد أن إن شاء الله قادرين نوصل لأبعد مدى بإذن الله. بمناسبة الحديث عن برانكو، علاقته حتى الآن لم ترسى على بر مع الجمهور العماني، مع الوسط الرياضي العماني، ما بين حذر، ما بين قلق، ما بين خوف، ما بين ترقب، ما بين مطالبة بإقالة برانكو، رغم أعوام برانكو الأربع مع منتخب عمان. الشعور هذا اللي تشوفونه أو تحسون فيه من الجمهور العماني ما يضعكم في على محك في مستقبل علاقتكم مع برانكو؟ شوف أخي العزيز، ما في شك، أول شيء الجمهور من حقه، الجمهور في النهاية يريد نتائج، وبرانكو يعني أنت تتكلم عن 4 سنوات مدة كافية وفي استقرار فني. احنا نرى الوضع انه الرجل في تطور في المنتخب، في عمل، يعني لان احنا كاتحاد يختلف عن نظره جمهور، نرى الامور من عده زوايا ونقيمها من عده زوايا، فنرى ان المدرب يعني اعتقد انه المناسب للمرحله، والعمل اللي تم في الفتره الماضيه ايضا عمل فيه كثير من الرضا. لكن اكيد طبعا مباراه التصفيات كاس العالم المزدوجه في الهزيمه من قرقستان و الفوز على الصين طيبة، لكن عدم وجود الأداء المقنع سبب يعني ضجة وردة فعل مع الجمهور، وهذا حق الجمهور بطبيعة الحال. مثل ما قلت لك يعني الجمهور يبي نتائج، بيشوف فريقه بأفضل حال، هو في النهاية بشر أكيد لابد أن تكون معه بعض الأخطاء وبعض الأمور، لكن الحمد لله تم تجاوزها يعني بالجلوس مع المدرب ومناقشته في بعض الأمور،
وايضا ندرك انه ليست كل الامور بسبب المدرب، يعني هناك امور خارج عن اطار المدرب، فاحنا ايضا يجب ان نقدرها ونعرف الوضع هذا. لكن كم هو طبيعه الحال لا يرى هذه الظروف، يرى المدرب هو دائما كبش الفداء. لكن انتم بعد مباراه قرقستان اصدرتم بيان تفهمتم فيه انتقادات الجمهور المنطقيه، وصفتوها بالمنطقيه، وكان في يعني ما بين السطور في بيانكم انه التوقيت احيانا مهم في اصدار القرارات، كانكم تلمحون الى ان يعني كاس اسيا هي محك رئيسي لبرانكو او فرصه اخيره. لا اخفيك، يعني طبيعه الحال انت كل بطوله لابد ان تكون هي محك، وكل بطوله لابد ان تكون فيها تقييم، ومدرب خذ الوقت الكافي، خذ المده الزمنيه الكافي في استقرار، وفر لكل ما يعني طلبه، فالطبيعي انك لابد بين وقت ووقت وكل مرحله تقيم. ومثل ما انت اسلفت، يعني احنا يعني من ضمن الاشياء اللي تفهمنا انه ما ممكن انت قالت مدرب قبل البطوله بحجم كاس اسيا، فانت محتاج نوع من الاستقرار الفني، لكن اعتقد بطوله كاس اسيا ايضا محق حقيقي انت ممكن تقيم عليه. كاتحاد كرة مقتنعين تماما في برانكو؟ ما في شك، يعني أنتم جددتوا للعقد خلال الأشهر القريبة. صحيح. الفترة القريبة جددتوا إلى نهاية التصفيات المونديالية، وما في شك تم الاتفاق مع برانكو على تجديد العقد من قناعة، وقناعة من العمل. وطبعا طوال الفترة الماضية كان يعني الحوار مستمر بيننا وبينه، يمكن كتوقيع رسمي وهذا حصري لكم، تم توقيع العقد اليوم. يعني اليوم تم توقيع العقد حتى نهاية تصفيات سنتين إن شاء الله، 26 سنتين. نعم، تصفيات نهاية تصفيات كأس العالم. فيما لو تعثر المنتخب العماني في بطولة كأس آسيا، مستمر؟ كل شيء وارد، يعتمد. احنا مثل ما قلت لك اليوم ما نقيس الوضع فقط من حيث النتائج فقط، يعني انت النتائج مهمه، لكن ايضا تنظر لاداء الفريق، الظروف اللي يمر فيها الفريق، قد يكون الفريق يؤدي اللي عليه. وتتضح بعض الامور انه ليس المدرب هو سبب مثلا الاخفاق، فمن الطبيعي لابد ان تنظر للامور بنظره مختلفه. لكن اكيد هي مرحله تقييميه مهمه جدا بطوله كاس اسيا. كيف ترى هذا الجيل؟ والله انا اعتقد انه جيل ممتاز، اصبح في توليفه جيده، في كثير من الانسجام، في نوع من الاستقرار. الفترات الماضيه لعبوا مع بعض تصفيات كاس العالم الاخيره، بطوله الخليج، في مزيج من الخبره ومن الشباب. انا اعتقد انه جيل ان شاء الله نتفائل فيه انه ياتي بنتائج مبشره ان شاء الله. ذكرتم بان الدوري العماني ضعيف، وأنكم تحتاجون في أي مناسبة يشارك فيها المنتخب تبذلون جهد في إعداد اللاعب العماني، هذا الشيء ما يؤرقكم؟ طبيعة الحال أكيد مؤرق، الكرة العمانية تحتاج الشيء الكثير، لكن احنا دائما نحاول أن نقلل الفجوة، نحاول أن نعالج الأمور على قدر المستطاع. الكل يعرف، وهذا شيء ليس بجديد، يعني حتى الجمهور العماني يعرف هذا الشيء. اليوم الأندية لا تجهز اللاعب بشكل جيد، معنى من المواهب الأندية جزاهم الله خير أكيد تخرج مواهب وتشتغل على المواهب، لكن الموهبة تحتاج لاستمرارية اللعب، تحتاج استمرارية اللعب بمنافسة على مستوى أعلى، تحتاج نوعية من المدربين على مستوى عالي. فأحيانا يعني لما يجي اللاعب من الدوري إلى المنتخب للمباريات فيكون فيه يعني ضعف في الاعداد البدني والفني بشكل كبير، وهذا يعني عندنا اكثر من تجربه. ما يسبب لكم ارهاق في اتحاد الكره هذا الشيء؟ طبعا يسبب ارهاق، وارهاق يعني فكري ومالي ايضا، لانك انت احيانا تضطر تعمل معسكرات طويله لتعالج فيها هذه السلبيات، ويعني انت مضطر لذلك. وعندنا تجربه اكثر من تجربه، يعني في الفتره الماضيه قبل تصفيات كاس العالم الاخيره، منتخب عسكر في صربيا معسكر طويل، وكان في نقد كبير من الاعلام والجمهور، ولكن اتت نتائج بالفوز على منتخب اليابان. والمنتخب كان الرتم ماله مستوى عالي، لما بدا اللاعبين يرجعوا الى الانديه بدا الرتم ينزل. السنه هذه يعني تكررت نفس العمليه، بدينا تصفيات كاس العالم بدون معسكر طويل من الدوري الى التصفيات، فكان الاداء ايضا غير مقنع. الان
يعني في المعسكر الأخير في أبو ظبي مباراتين وديتين مع الصين مع الإمارات. كيف تقيم هذا المعسكر؟ ما أعطت نوع من التفاؤل والوضع الفريق مبشر والمحك راح يكون في البطولة هذه إن شاء الله. كيف تقيم المعسكر أبو ظبي؟ انتصار على الإمارات، انتصار على الصين؟ أقيمه أنه طبعا منتخبين ليسوا من المنتخب الصغار، منتخبات كبيرة. منتخب الإمارات يمكن يكون قبل أن نلعب إحنا معاه 7 مباريات لم ينهزم، انهزم أمام منتخبنا. طبعا هي ليست يعني المقياس النهائي ومش، لكن أيضا ترى الروح المعنوي في الفريق، ترى مدى تحرر اللاعب، مدى تحركه في الملعب، مدى أدائه كان جدا مقنع الفريق. فإن شاء الله أنه نرى هذا الشيء في تصفية في البطولة هذه إن شاء الله. أطلقتم حملة جماهيرية؟ نعم. اسمها جايين. جايين نعم. كيف ترتيبها مع الجمهور العماني؟ شوف يا أخي، الجمهور العماني يعني لو مهما تكلمت عنه وهذه مش يعني مجاملة لهم، لكن جمهور وفي وجمهور مخلص، ويعني دائما ما هو يعني عودنا أن يكون دائما على الحدث، بس يحتاج نتائج فتجده موجود في كل مكان. لو آخر الدنيا راح تجد الجمهور العماني، يعني ما أخفيك يعني خلال الأسبوع هذا الاتصالات التذاكر يعني إزعاج شيء غير عادي. الجماهير في لهف بعد ما شافت الفريق في معسكر أبو ظبي وتحسن الوضع ونتائج على طول الجمهور تجاوب معاك. الجمهور في شغف بس يحتاج نتائج من المنتخب. المجموعة اللي تضم إلى جانب منتخب عمان المنتخب السعودي، منتخب التايلندي، منتخب قرقستان، منتخبات يبدو أنها مكشوفة أمامكم. طب. لعبتم أمام المنتخب السعودي في مناسبات هامة خلال آخر سنتين، أمام قرقستان لعبتم أمامها في التصفيات المونديالية، تايلند أيضا تمرستم على لقاءاتها في كأس آسيا، يبدو أنها منتخبات مكشوفة أمامكم. هي قد تكون مكشوفة لم يكن بالشكل كامل، لكن أعتقد شوف البطولة كأس آسيا وضع مختلف جدا، بطولة التجمع تختلف عن التصفيات ومباريات ذهاب وإياب، كل بطولة لها ظروفها. ما في حد اليوم أو ما في منتخب جاي للبطولة هذه هو ضعيف، كل منتخب عنده حق مشروع ينافس. أنا أعتقد المجموعة جدا صعبة ليست سهلة، إذا ما تحدثنا عن المنتخب السعودي الشقيق طبعا منتخب كبير تاريخ كاريزما البطولات هذه وتخصص في هذه البطولة كأس آسيا، لكن تبقى هي ديربيات خليجية مباراة افتتاحية في المجموعة، فأعتقد صعب على الفريقين كلهم، لكن متفائلين فيها الخير إن شاء الله. تايلاند وقرقستان لا أخفيك يعني هذه فرق متطورة، ودليل قرقستان هزمنا أمامه في آخر مباراة في ملعبه ويمتلك مجموعة من اللاعبين وأسلوب لعب ومدرب جيد. التايلندي هم بعد دائما ما يكون مفاجأة في أغلب البطولات الآسيوية، صحيح أنه غير ثابت على المستوى لكن يبقى منتخب أيضا من منتخبات الجيدة. فاليوم ما تقدر تستهين بأي فريق، فالمجموعة جدا صعبة، لكن احنا متفائلين إن شاء الله يعني نتجاوز المجموعة بإذن الله. اللقاء الافتتاحي أمام المنتخب السعودي من سوء حظكم أم العكس؟ كوجهة نظري الشخصي لا، أنا دائما يعني أميل إلى أنه دائما المنتخب القوي أنك تلتقي معه في أول مباراة ونتفائل فيها دائما، ويمكن خير دليل مبارتنا مع اليابان تصفية كأس العالم الأخيرة. ومثل ما قلت يعني نوعا ما الديربيات الخليجية والكرة السعودية لنا يعني يمكن في الفترة الأخيرة لعبنا أكثر من مباراة مع بعض. تصفية كأس العالم الأخيرة كان مستوانا أمام المنتخب السعودي بشكل كبير جدا ممتاز، إن كان لم يحالفنا الحظ يعني في المباراتين كلهم وفقدنا النقاط، لكن كان مستوى الفريق عالي جدا يعني. فإن شاء الله متفائلين فيها الخير بإذن الله. وين تروح توقعاتك في ترتيب المجموعة؟ من سيتأهل؟ طبيعة الحال الكل ينظر على أن السعودي والعماني هم اللي راح يتأهلوا من مجموعة كمركز أول وثاني. لكن مثل ما قلت لك يعني اليوم ما تقدر يعني المفاجآت دائما حاضرة، لكن أعتقد ورقيا هم الأقرب مهما كان، السعودي وعمان هم الأقرب يعني أحدهم الأول وأحدهم الثاني. وجود المنتخب العماني في التصنيف الثاني الآسيوي جعل الأمر مختلف في هذه البطولة، يعني تجنب مواجهة منتخبات نخب أول آسيوية إذا ما استثنينا المنتخب السعودي كمرشح للبطولة، لكن تعودنا في 2004 اصطدم باليابان وإيران بالضبط، 2007 اصطدم بالبطل العراق واستراليا، 2015 اصطدم
في استراليا وكوريا الجنوبيه. سوء حظنا دائما يعني. لا البطوله هذه مريحين يعني، تجنبتم هذا الفخ. شوف اخي بدر، فعلا منتخب زاد الأماني عندكم جرعه التفاؤل. هو شوف بعد هذا الامر المنتخب الالماني في السنوات الفترات الماضيه عانى من هذا الموضوع كثير، ويمكن احنا من بدايه ما استلمنا مجلس الاداره كان يعني الهاجس هذا موجود، انه كيف نشتغل على تقويه التصنيف، لانها من العوامل اللي يجب انك تشتغل عليها لانك تتجاوز بعض الفرق النخبه. وان كان الحمد لله اليوم يعني عندنا ثقه في منتخبنا انه ممكن يقابل اي فريق ويفوز على اي فريق، لكن بكل الاحوال حتى لو فريق كبير تحاول دائما انك تتجنب الفرق الكبيره مثلك او تقابل النخبه، يعني خاصه اليوم نتكلم عن اليابان مثلا. اليابان انا اعتقد انه يغرد خارج الصرب في اسيا اليوم، منتخب مرشح يمكن يكون من الجميع وفريق مستوى عالي، فمن الطبيعي انك انت تحاول انك تتجنبه من خلال تصنيف غيره. تبقى المنتخبات يعني لو قلنا سعودي من نخب ايضا، لكن يبقى في النهايه منتخب خليجي مثلك انت متعود عليه ومتعود عليه، يعني اهون من انك تقابل اليابان مثلا يعني. فطبيعه الحال هذا شوي عامل مهم جدا يعطينا تفاؤل اكثر، وان كان ثقتنا منتخبنا انه مهما لعب معي منتخب قادر. التصفيات الاخيره فزنا على اليابان، في اليابان هزمنا بملعبنا يعني 1-0 باواخر الوقت. استراليا استطعنا ايضا نتعادل معها رغم النقص العددي الكبير كان في المنتخب بسبب كورونا. فاعتقد منتخبنا اليوم اصبح الحمد لله يعني في جاهزيه انه يستطيع ان يقارع اي فريق في اسيا باذن الله. وصلتم للاطمئنان الكامل على المنتخب العماني؟ والله انا اعتقد الحمد لله ما في شيء ناقص، كل شيء مهيأ، تبقى التوفيق من الله سبحانه وتعالى واعطاء اللاعبين في الملعب. وين تذهب ترشيحاتك للمنتخبات الاربع في نصف النهائي؟ من اي ناحيه قصدك؟ من الصعود من المجموعه؟ لا أم الوصول؟ من الوصول كمنتخبات مشاركه في بطوله كاس اسيا. انا اعتقد عمان والسعودي الاثنين ممكن يوصلوا مكان بعيد ان شاء الله. طبعا المنتخب السعودي مثل ما قلت لك يعني منتخب النهائي كبير واسم كبير ودائما رتمه يعني برتم تصاعدي، وعنده الخبره في التعامل مع اجواء هذه البطوله. منتخبنا ايضا منتخب شاب عنده حيويه عنده طموح والحماس كبير، فممكن ان شاء الله انهم يوصلوا مدى ابعد باذن الله في هذا البطوله. يعني انت الان استثنيت المنتخب الاسترالي، الياباني، الكوري. لا ما استثنيت، انا اتكلم عن فرق المجموعه. ما في شك هذه منتخبات تبقى كبيره يعني. انا اتكلم لا عن انا اتكلم عن كل المنتخبات المشاركه بشكل عام. من ترشح للوصول النصف النهائي؟ والله انا اعتقد اليابان دائما اعتقد ثابت في المربع. كوريا يبقى من المنتخبات الكبيرة، أتوقع ما بين طبعا منتخبنا والعراق والسعودية مع إيران ممكن يكون أحد منهم. لا الله ممكن يكون المنتخب العماني مفاجأة. ممكن مفاجأة كأس آسيا 2023. والله أتمنى إن شاء الله، أتمنى إن شاء الله. يعتمد من واجه، لكن إن شاء الله يعني عندنا الثقة إن شاء الله أنه ممكن نوصل بعيد إن شاء الله. ان شاء الله نتمنى لكم التفاؤل منا ومن جميع على فكره معناته من الوسط الرياضي في تفاؤل كبير، فان شاء الله نكون لكن على قدر التفاؤل. تعانون من الوسط الاعلامي في عمان بطبيعه الحال يعني، هذا وسط اعلامي هجوم على برانكو، هجوم على اتحاد الكره طبيعي. شوف الاعلام وين ما يكون في اي دوله وفي اي مكان لابد مع وضد واختلاف في الاراء وكل يرى الامور من زاويه، واحيانا بالعكس يعني نستفيد من بعض الامور. طبعا صحيح ان احيانا في نوع من التجريح وفي بعض، لكن انت اشتغلت في هذا الوسط لابد انك تتحمل وتكون عندك سعاده البال وتكون مهيئ نفسك يعني. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في هذه البطوله وفي كل البطولات باذن الله. شكرا اخي بدر، جزاكم الله خير، ونتمنى لكم ايضا التوفيق والاخوان المنتخب السعودي الاشقاء انه ان شاء الله يوصل ايضا لبعيد وجميع المنتخبات العربيه باذن الله. شكرا لك سعادة نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم الأستاذ محسن المسروري، شكرا جزيلا لتلبية دعوة البرنامج، شكرا لحضورك. في الختام لكم تحية طاقم البرنامج من المصورين معاذ الهدبة، محمد أبو دهيم، عبد الله ربيعان، ومن عبد العزيز المنصور، القيادة الفنية محمد مريبض. نلقاكم إن شاء الله في لقاء آخر في أمان الله.